انتقد الناشط الصحراوي فاديل بريغا المعتقل السابق في سجون البوليساريو ممارسات قيادة الجبهة مع قرب حلول مؤتمر 15. واعتبر الناشط الصحراوي فاديل بريغا في تدوينة لها قيادة البوليساريو بالغامضة مع قرب حلول المؤتمر 15 منتصف دجنبر المقبلة. واتهم الناشط الصحراوي فاديل بريغا قيادة الجبهة الانفصالية بنهب وسرقة أموال المحتجزين بالمخيمات واستغلال الأمر مع قرب حلول المؤتمر 15 للبوليساريو. وأكد الفاضل بريغا في تدوينته أن قيادة البوليساريو تتلاعب بالمحتجزين بتواجدها بالمخيمات لاستجداء عطفهم بعد تهميشها وقمعها لهم. وشهدت عملية التسجيل التي أطلقتها قيادة الجبهة الانفصالية مقاطعة كبيرة للمحتجزين بمخيمات تندوف في المكاتب التي وضعتها البوليساريو بالمخيمات. واعتبر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مقاطعة المحتجزين لمؤتمر البوليساريو أمر عادي في ظل الاحتقان الذي تعيشه المخيمات في الأشهر الأخيرة. وأوضح النشطاء أن الاصطدام بين المحتجزين وقيادة البوليساريو طبيعي أن يولد النفور والمقاطعة والتمرد على الجبهة الانفصالية. وتجاوب المحتجزون بشكل كبير مع نداء منظمة 5 مارس التي طالبت بمقاطعة المشاركة في المؤتمر 15 للبوليساريو. تعيش سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة متغيرات كثيرة خلال الأيام الأخيرة بعد تخليها عن المغربي محمد أيت بوسلهام الذي كان يشتغل مشرفا على التواصل داخل السفارة لقرابة 2 عقدين من الزمن، وكان يعتبر واحدا من الموظفين النافذين وبمثابة اليد اليمنى لأغلب السفراء الإماراتيين السابقين. وبحسب مصادر لجريدة الأيام المغربية فالتخلي عن المكلف بالتواصل جاء تمهيدا أيضا للتخلي عن خدمات القائم بعمال سفارة أبوظبي بالرباط بحكم أن الظروف الحالية والتغيرات التي تشهدها العلاقات المغربية الإماراتية أصبحت تستدعي تغيير مجموعة من الأسماء الكلاسيكية لبدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين التي شهدت الكثير من المد والجزر خلال 3 سنوات الماضية، وصلت إلى حد استدعاء الدولتين لسفيريهما في سابقة هي الأولى من نوعها في علاقات البلدين التي كانت توصف على الدوام بالمتميزة. هذه التغييرات فرضت على الإماراتيين الذين قرروا فتح صفحة جديدة مع المغرب إحداث تغييرات جذرية لكل فريق العمل وعلى رأسه مكتب التواصل في السفارة الذي عجز عن مواكبة هذه التغييرات ولم يستطع مسايرة تحديات المرحلة. بحسب متحدث من السفارة لجريدة الأيام المغربية بل أكثر من ذلك كان سببا في تعميق الأزمة. وسبق لوزارة الخارجية الإماراتية أن انتقدت بعض الخرجات التي كان يقوم بها الملحق الإعلامي لسفارتها بالرباط كونه كان وراء تسريب معلومات مغلوطة، حسب تعبيرها مفادها أن السفير الإماراتي السابق قام بإجراء لقاءات مع فعاليات من المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشخصيات إعلامية بهدف إعادة رسم الخارطة السياسية وسحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية الذي تم تسويقه على أساس أنه تابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي تعتبر الإمارات والسعودية جماعة إرهابية وحاربته بكل ما أوتيت من قوة في مصر وتونس. وسبق لها أن دخلت في وقت سابق في مناوشات مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى حد أن الأخير أخبر الجهات العليا المغربية بالأمر فتم الاحتجاج لدى الإماراتيين على التدخل في السياسة الداخلية للمملكة. أعلنت المجموعة اليابانية إبسون عن إطلاق مشاريعها التوسعية في دول المغرب العربي وإفريقيا الغربية والدول الفرنكوفونية وإدارتها انطلاقا من المغرب. وقال مسؤول الشركة خلال لقاء نظم في مدينة دار البيضاء إن اختيارهم المغرب للتوسع بشمال وغرب القارة الإفريقية يعود إلى مجموعة من العوامل المشجعة للاستثمار في هذا البلد. وقال المسؤولون لم تختر الشركة الدار البيضاء مركزا لها في المنطقة
بشكل اعتباطي، فالمغرب يتميز في نظر هذا المصنع الياباني ليس فقط بموقعه الجغرافي واستقراره السياسي الكبير، ولكن كذلك بجودة بنيته التحتية من طرق سيارة وموانئ ومطارات تسهل الربط بأكبر العواصم الإفريقية. وأضاف المسؤولون انطلاقا من المكاتب الجديدة لإبسون ماغوك بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، سيعمل فريق الشركة على تعزيز موقع إبسون في المغرب العربي وإفريقيا الفرنكوفونية جنوب الصحراء والمحافظات والأراضي الفرنسية لما وراء البحار وفي المحيط الهندي، من خلال استراتيجية تروم تقوية الشراكات القائمة وإرثاء علاقات متينة مع الموزعين الجهويين الرئيسيين. ولهذا الغرض سيتم تعزيز فريق العمل الحالي خلال العامين المقبلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة في تحقيق نمو برقمين كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة في قارة تعتبرها المجموعة اليابانية فرصة حقيقية للتطور والنمو. وتعتبر إبسون وهي علامة تابعة لمجموعة ثيكو إبسون ذات الصيت العالمي في مجال صناعة الساعات والتكنولوجيات الإلكترونية وتكنولوجيات الميكروميكانيك. وتسعى إبسون إلى الربط بين الأفراد والأشياء والمعلومات بفضل تكنولوجيات فعالة وصغيرة وعالية الدقة. وكان المصنع الياباني الذي يدمج التنمية المستدامة في جيناته، وهي فلسفة تنسجم بشكل كامل مع قيمه الموروثة من الثقافة اليابانية، يبذل على الدوام جهودا كبيرة في سبيل تطوير مكونات خفيفة ومريحة وتتسم بالنجاعة من حيث استهلاك الطاقة. وهذه المكونات لم تخلق أسواقا جديدة فقط، بل ساهمت كذلك في تسهيل حياة الملايين من المهنيين والخواص. وتنهج إبسون سياسة نشيطة جدا في البحث والتطوير، إذ يجرى استثمار أكثر من 1.2 مليون أورو كل يوم في مجال البحث والتطوير من طرف هذه الشركة، التي يمكنها الافتخار بانتمائها إلى النادي المغلق لأفضل 100 علامة عالمية معروفة بالابتكار خلال السنوات السبع الأخيرة وفقا للتصنيف الذي أنجزته مؤسسة كلاريفيت أناليتكس. كان يجب انتظار وفاة إرنستو باييز مروج المخدرات والإرهابي الكولومبي السابق الذي كان اسمه الحقيقي إيفان روبرتو دوكي حتى تنحل عقدة لسان المتعاونين السابقين معه ويكشف عن العلاقات الخطيرة بجبهة البوليساريو الانفصالية. أصبحنا نعرف أكثر عن الصلات الخطيرة التي تربط جبهة البوليساريو مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وخاصة تلك الموجودة في ميدلين شمال غرب كولومبيا، وهي مركز الاتجار الدولي للكوكايين. وهذه الحقيقة المدهشة التي كشف عنها مقرب من بارون مخدرات وإرهابي متعطش للدماء المتعطشة إرنستو باييز واسمه الحقيقي إيفان روبرتو دوكي، الذي توفي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في ميدلين، والذي ارتكب ما لا يقل عن 1800 جريمة اختفاء وتهجير قسريين وتعذيب وتمويل غير قانوني، والتي خلفت 6100 ضحية في مقاطعات نارينو وكاكيتا وبوليفار وسانتاندير. ووفقا لهذا الشخص المقرب من إرنستو باييز الرئيس السابق للمجموعة الشبه العسكرية المنحلة الرئيسية مجموعة الدفاع الذاتية المتحدة لكولومبيا، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عاما إثر نوبة قلبية، فإن الأخير كان على علاقة مباشرة وثيقة مع أعضاء البوليساريو الذين كانوا ناشطين في أمريكا اللاتينية. كانت علاقاته الخطيرة مع البوليساريو مركزة على تهريب المخدرات بين أمريكا ومنطقة الساحل والصحراء وأوروبا. تم إنشاء وتطوير شبكات لإيصال الكوكايين، ويدر هذا التهريب ملايين الدولارات. هذا ما كشف عنه المقرب من إرنستو باييز وفقا لموقع ساحل انتليجنس. وهذا ليس كل شيء، إن هذا التهريب المربح جدا للكوكايين الذي انخرطت فيه جبهة البوليساريو تستفيد منه المجموعات الجهادية المنتشرة بشكل كبير في منطقة الساحل والصحراء.
نقلا عن خبراء أمريكيين تؤكد ساحل انتليجنس أن مجموعات من المتشددين الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية توحدت من أجل تسهيل تهريب المخدرات والأسلحة والبشر عبر منطقة الساحل والصحراء والتي تلعب البوليساريو فيها دور العراب الإفريقي. إن هذه الشهادات الجديدة تؤكد صلة البوليساريو بكل من بارونات أمريكا اللاتينية والجماعات الجهادية التي تكاثرت على مسمع ومرأى أجهزة المخابرات الجزائرية على طول الحدود الجزائرية مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا. هذه الشهادات تعيد إلى الأذهان قصة الطائرة التي اكتشفت في عام 2009 في صحراء مالي بيد أن لغز الطائرة الذي أطلقت عليها الصحافة المالية اسم الكوكايين الجوية لم يتم حله إلا في مارس 2011، وفي ذلك الوقت كانت السلطات المالية قد ألقت القبض على 2 من المشتبه بهم، أحدهما كان أحد قادة جبهة البوليساريو، كان الشخصان ينتميان إلى الشبكة التي قامت بإنزال طائرة صغيرة محملة بالكوكايين تزيد قيمتها على 300 مليون يورو. من قال إن أموال المخدرات لا رائحة لها؟